نفس هذا الحي، بمجرد أنهم أسفرت عن 9 شهداء وعشرات الجرحى في حصيلة أولية إثر قصف مدفع مكثف لكتائب الأسد قرب جامع البدر. أيضا قصف مدفع إلى حي السكري من مدفعية الراموسة وسقوط عدة قذائف على الحي ووقوع بعض الإصابات بين المدنيين. كما طال القصف المدفع حي بستان القصر وحي مساكن هنانو. أيضا شهدت أحياء حلب قصف بالقنابل العنقودية وتحليق للطيران الحربي واستهدافه بالرشاشات الثقيلة للمباني السكنية. أيضا حي بستان الباشا شهد قصفا عنيف وسط اشتباكات بين الجيش الحر والجيش الأسدي. وطال القصف المدفع في منطقة الجندول وعاد التيار الكهربائي إلى مشروع 3000 شقة بعد انقطاع دام 6 أيام. أما بالنسبة لريف حلب فالطيران المروحي يقصف محيط المنطقة الحرارية بالسفيرة بالرشاشات وتوقفها عن العمل بسبب انقطاع الغاز عنها، ويذكر أنها تعتبر من أهم مصادر توليد الكهرباء لمحافظة حلب. كما قام مقدار من العسكري المحاصر من قبل الجيش الحر بالرد بالقصف على المناطق المجاورة له بعدة قذائف مدفعية، منها بلدة رفعت وعزاز، والجيش الحر يرد صواريخ محلية الصنع. أيضا شهدت بلدة حيان قصف مدفعي صباح اليوم وسقوط عدة قذائف على منازل المدنيين. نعم. كما قام الحربي بالقصف على باب بنس حول مدرسة المشاة. ولا يزال الجيش الحر يحاول الاستيلاء على أحد أجنحة القوة لدى الجيش النظامي وهي المطارات العسكرية والقواعد الجوية، ومنها مطار النيرب في حلب وهو عسكري ومدني، وأيضا مطار منغ الذي يبعد 36 كيلومتر شمال حلب. نعم. كما تحاول قوات النظام المتمركزة في السجن المركزي التقدم باتجاه مخيم حندرات بتغطية نارية كثيفة من الدبابات والرشاشات الثقيلة لفتح طريق الكندي والجندول. والآن أصوات الاشتباكات تجري في الحندرات وحالة نزوح وهلع بين أهالي المخيم. كما دارت اشتباكات في محيط مشفى الكندي في محاولة من النظام لإعادة السيطرة على هذا المشفى. كما لازالت الاشتباكات مستمرة على مشارف حي الصافور في حلب يتخللها قصف بالدبابات والرجمات الصاريخ على هذا الحي. كما بعمل الله أيضا اليوم توحيد كتائب المقدس مدينة حلب تحت مسمى لواء رايات النصر. نعم. المؤلفة من الكتائب التالي: أبو الدجانة وأويس القرني وأحرار الطبقة والعاديات وأحرار الفرات وعباد الرحمن والزبير بن عوام وسرايا الفرات. نعم أختي نقاء، ما هي الأوضاع الإنسانية لديكم؟ نعم، الأوضاع الإنسانية تزداد سوء يوم بعد يوم بسبب اشتداد وتيرة القصف بسبب كثرة المجازر واستهداف النظام للأفران الآلية، أيضا غلاء سعر الطحين وغلاء المواد الغذائية بشكل عام في حلب وريفها. أيضا ما زالت أيضا المشافي الميدانية وضعها سيء خصوصا في ظل كثرة المجازر اليومية، نقص أدوية كبير جدا في جميع المشافي الميدانية. شكرا للناشطة الإعلامية نقاء صادق متحدثة باسم شبكة شام، حدثتنا عن آخر تطورات لديهم في مدينة حلب. شكرا لك.